كيف لطبيب مراهق مزيف أن يخدع العالم؟ أن تصبح طبيباً هو حلم الطفولة، فالرغبة في إنقاذ الأرواح وجعل الناس يشعرون بالراحة هو من الأمور المميزة والرائعة التي تجعل من هذا العمل نبيلاً وإنسانياً. لكن لتستطيع دراسة الطب، يجب عليك الحصول على علامات جيدة من أجل الدخول إلى أفضل الكليات، كما يتطلب ساعات طويلة جداً من الدراسة وسنوات من الجهد والاجتهاد. ودراسة الطب في الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى مبالغ ضخمة، تجاهلاً منه لكل ما سبق. قرر المراهق العبقري تحقيق حلم طفولته دون الخوض في كل هذه المراحل. سيرتدي معطفه الأبيض ويشرع في علاج المرضى. فهل ستنجح خطته هذه؟ هل سينجح هذا المراهق في علاج المرضى؟ كيف قام الطبيب لوف بتزييف كونه طبيباً في المقام الأول؟ وكيف أفلت من العقاب لفترة طويلة؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عليها الدقائق القادمة من فيديو هذا اليوم. ولكن قبل مشاهدة الفيديو ندعوكم للاشتراك بالقناة للتواصل بكل ما هو جديد وشيق. أما عن متابعين الأوفياء فندعوكم إلى الضغط على زر إعجاب إذا أعجبكم الفيديو. كما لا تنسوا متابعة الفيديو إلى الأخير لمعرفة التفاصيل المثيرة لقصة هذا اليوم. لنعود الآن إلى قصة طبيبنا المراهق، الطبيب لوف كما أحب أن يسمي نفسه. عرف منذ صغره لوف روبنسون أنه يرغب في مساعدة الناس كطبيب عندما يكبر، لكنه عرف أن الطريق للطب طويل وشاق وأنه لن يستطيع ذلك. لذلك قرر اختصار الطريق وبدء العمل كطبيب دون دراسة، حتى أنه افتتح مركزا طبيا مجهزا خاصا به. افتتح لوف روبنسون في سن 18 مركزا تحت اسم نيو بيرث نيو لايف في بالم بيتش فلوريدا. رغم كون المركز مثيرا للريبة، إلا أن الناس بدأت في زيارته للعلاج. لكن كيف لمراهق أن يرتدي معطفا أبيض وسماعة طبية ويشرع في علاج المرضى بسهولة؟ حسنا، من الواضح أن روبنسون ذكي لدرجة أن يتقدم بخطوة عن القانون، حيث أنه لم يكتب على صفحته الشخصية أنه حاصل على درجة الدكتوراه، بل كتب أنه معالج للطب البديل والعلاج بالأعشاب. بدأ الدكتور لوف بتقديم النصائح الصحية للمرضى في عيادته. على الرغم من صغر سنه وملامحه التي تثبت ذلك، تمكن من إقناع الكثيرين أنه طبيب حقيقي. تجنب وضع علامة الدكتوراه في أي مكان على الأنترنت. بدأ العمل بالعلاج البديل في مركزه. الطب البديل أو الطب التكميلي هو أسلوب علاجي يختلف عن الطب الحديث. كان يعمل بشكل عادي إلى أن تم إقفال المركز بعد عدة أشهر. أرسلت الشرطة ضابطاً سرياً إلى المركز لرؤية الدكتور لوف. قام الدكتور بفحصه وتقديم المشورة له، مما أدى إلى اعتقاله بتهمة ممارسة الطب دون ترخيص. ومع ذلك هذا الاعتقال لم يستمر طويلاً، لأنهم أطلقوا سراحه مؤقتاً. لنعود الآن إلى البداية، كيف قام روبنسون بافتتاح مركزه؟ كيف حصل على المال الكافي لتأسيس مركزه؟ جوابه على هذا السؤال لم يكن واضحاً، خاصة أنه في عام 2015 وهو نفس العام الذي ألقي القبض عليه، اتهمه مريض يبلغ من العمر 86 عاماً بالسرقة منه مبلغ 34,000 دولار أمريكي. تبين أن روبنسون كان يستخدم المال المسروق لتسديد أقساط السيارة وقروض بطاقته الائتمانية. كما يمكننا أن نضيف أنه قام باستئجار مركزه بباقي المال. تم توجيه تهمة الاحتيال والنصب لروبنسون. لم يتعلم من أخطائه السابقة. بدل أن ينتظر الحكم في قضيته، قام بالاحتيال مرة أخرى. هذه المرة ذهب ليشتري سيارة جاغوار، وزعم أن قريبته هي من ستضمنه في عملية الشراء. ولأنها لم تكن حاضرة معه، اشتبه الموظفون في صحة ذلك، فقاموا بالبحث في محرك جوجل عن اسمه، ليتبين لهم أن روبنسون تم اعتقاله مرتين بتهمة الاحتيال. تم القبض عليه للمرة الثالثة في مارس من عام 2017. أقر روبنسون بالذنب في تهمتي الاحتيال. كان روبنسون في عمر 20 وقت إصدار الحكم، مما أدى إلى تخفيف الحكم عليه من طرف القاضي لصغر سنه، حيث أنه حكم عليه بست سنوات بدلاً من 10.
لكن روبنسون سيقضي 3 سنوات ونصف سنة لأنه ساعد الشرطة على حل التهم المتعلقة بالتطبيب المزيف. حذر القاضي روبنسون من إعادة الاحتيال لأن أي اعتقال آخر سيؤدي به إلى السجن لفترات أطول هذه المرة. عندما تم إطلاق سراح روبنسون أخيراً من السجن في سبتمبر سنة 2019، تعلم درسه أخيراً، قرر اتباع المسار الصحيح والحصول على وظيفة ثابتة وإعادة بناء حياته. مهلاً، إننا نمزح فقط. فقد تجاهل روبنسون نصيحة القاضي تماماً وعاد إلى ارتكاب الاحتيال. بدأ روبنسون العمل في شركة للشحن في ديلراي بيش اسمها يونايتد ستيت أوف رايت، لأن راتبه كان أقل بكثير من الأموال التي تجنيها الشركة ككل. بدأ بعد عدة أشهر الطلب من العملاء أن يرسلوا دفعاتهم إلى حسابه المصرفي الشخصي بدلاً من الشركة. أنشأ حساباً باسم شركة مزيفة اسمها National Logistic Division LLC بالإضافة إلى حساب باي بال وفينمو. جمع أكثر من 10,000 دولار في حسابه الشخصي، إلى أن اكتشف رئيسه الاختلاسات وقام بمواجهته. اعتذر روبنسون وقال أنه سيعيد كل ما اختلسه للشركة، وقال أنه سيصحح كل شيء لأنه لا يريد العودة إلى السجن، لكن المدير لم يقبل اعتذاره ذلك. ذهب إلى الشرطة واشتكى به. ألقت الشرطة القبض على روبنسون في نهاية عام 2020. أخذته الشرطة فور القبض عليه إلى المراقبة النفسية، لكنهم لم يجدوا أن روبنسون يعاني من أي مشاكل عقلية، حتى أنه أخبرهم خلال مقابلة له في السجن أنه كان مجرد مراهق صغير طموح لا يعير القوانين والقواعد أي اهتمام. وفي انتظار تعليقاتكم الرائعة وانتقاداتكم البناءة، نودعكم مشاهدينا الكرام على أمل اللقاء بكم في فيديو قادم مع قصة واقعية مثيرة وغريبة. السلام عليكم ورحمة الله.